سميتي وليد العواطي، كنقدم رسالة للصديق ديالي يحيى العزاوي. كنقول ليه رجع، واخا ذلك راه كان الصديق ديالنا وكان التصرف ديالو عادي معنا، زعما ما كاين حتى شي مشكلة معاه ولا ما فهمش السبب ديالو. علاش كنقولوا ليه رجع؟ راه الوالدة عندك راها مكوية مسكينة، وشوفها من جهة امك ومن جهة الدراري راه توحشناك، بلاصتك في القيسم راه باقا كبيرة. كنقولوا لك لك كنتي كتشوفنا، رجع صاحبي يحيى، راه حنا كاملين موحشين. السلام عليكم. كنطلب من الصديق ديالنا يحيى يجي، راه توحشني بزاف وجي على قبل مو اصلا، راه كنكوي عليه مسكين وحنا بلاصه رباعه كبيره في قيسم بزاف. كنطلب منه اللي سمع هاد النداء هادي يجي، حيت باقا بلاصته كبيره وتوحشناه، حيت هو اصلا الصديق ديالنا. سميتي زكريا الفحيل، كنبغى نوجه رساله ليحيى العزاوي، لكن انت كتشوفنا دابا من الاحسن انك تجي، باش كلشي مقلق عليك. كيفاش كان التعامل ديالو عادي؟ كان شخص منغلق وحريص على نفسه. السلام عليكم، معكم استاذ مروان العلاوي، استاذ اللغه الانجليزيه بالثانويه التاهيليه 30 يوليوز، استاذ التلميذ المختفي يحيى العزاوي. صراحه انا التلميذ كان من بين التلاميذ المتفوقين في ماده اللغه الانجليزيه عندي، رغم انه كان انطوائي شي شويه وما كانش تيشارك داخل القسم، الا انه ديما كان متفوق في الفروض ديالو، في النقاط ديال الفروض. ناقشنا صراحه هذا المشكل ديال العزله اللي كنا تنشوفوها تنلاحظوها في داخل القسم، وتواصلت معاه في مجموعه من الحصص على اساس طرحت عليه مجموعه الاسئله، علاش زعما كيفضل انه يعزل راسو على الاصدقاء ديالو والزملاء ديالو داخل القسم. لاحظنا شويه ديال التغير في هذا السلوك ديالو، ولا تيختلط مع الزملاء ديالو، حتى التلاميذ كيقولوا بانه راه مختلط معاهم وتيهضر معاهم. وصراحه ما توقعناش انه راه غادي يختفى، لا الاطور وكذلك الاهل ديالو، وكنتمنوا انه ان شاء الله غادي يرجع للاهل ديالو في الاحضان ديال الاهل ديالو في اقرب وقت ممكن. شكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.